مكت ما يمي جبو ذر مكت يسقوذن لا انت قوذ من دين واني رمكت اما ما ريوس جن الملك نهارا ان نغتم تذرخ وتحضغ الجنة ديرك مرة سنين يلا من دغان في الدنيا ينت مارا من دغان في كافي سوانيتا من دغان في حضي اش حضير دي سيور دي ليك سيور وانما من تقوذ احبابي الكرام تقوذ مارا نموثا نحغى جهنم انت قد مرا نموت تغدو سي خاوض جارا نغدسي ضربي انت قد إلا تغوان سوجد والو أما مرا غانغشان قارنتي إلا أن مرخون حق الجنة مرا ذا سنين يلا. فلذلك أحبابي الكرام هذه بعض من أسباب النجاة من النار. هنا ربعة زي الأسباب إزي إيقاب بالسبب يتصال باز زي سنتي وذان زي جهنم نستور خي مسر من نستور خل خيوذان اتبعن النبي صلى الله عليه وسلم وإلا ونغسن ذي السنكتا عليه أن يرجع إليها في مضانها التي ألف فيها مثل هذه المسائل أم الزوى من القرب السبب ذم الزوى إذي غين جنبنا ذم زي جهنم هو إخلاص التوحيد لله عز وجل وذنبوشا المصيبة كتازي الشرك وذنبو من صغار رقن بنادم أنشتن الشركيات والعياذ بالله وذن من تفغن خبنادم ذي الدنيا ذي الآخرة مرا ويتوب مرا يموث بنادم خ الشرك وذن من خس غيفغن أنشتن الشرك النية شن ظني يهون وجي يهون يعني يهون ستيد لا 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 وإنما مقارنة أك ذي الهلاكي جندي الشرك ذي الهلاكي ترجل المشرك شن ظني يهون وحديث البطاقة معروف لا يثقل مع اسم الله شيء لذلك قرب سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من يخسدني إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني سيدار بو يغفر يغفر لمن يشاء شن ظني إلا وإن غير مثل خشير كني نهر ما يضمع ذي المغفرة سيدار وإن غير مثل خشيركيات والعياذ بالله وإن غيمثن يعبد غير الله عز وجل وإن غيمثن يطوف لغير الله عز وجل وإن غيمثن في عقيدته ضلال وغي وشرك والعياذ بالله اقسح الرنس لذلك تفذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقرن كما في صحيح مسلم والحديث يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص من سره أن يزحزح عن النار ونيخسن ذي صلب ذي جهنم أذيذ في الجنة فلتأته منيته استخمد غيث يسر موت خمد غيث ملك الموت ما مش تغيف وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه اثنين يخس ذي مثل التوحيد أذي مثل لا إله إلا الله انتذت وجي لا إله إلا الله ان المزورة وجي لا إله إلا الله أنه قمموها لأن ذي الحديث نظني للنبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة والحديث في صحيح الجامع من قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه دخل الجنة ذوذ التوحيد ذوذ التوحيد عقيدة المسلم هي أساس دينه ولا يقبل الله عز وجل دين قوم من الأقوام ولا شريعة قوم من الأقوام إلا إذا صحت عقيدتهم فلا تصلح عبادة ولا تصلح شريعة مع فساد العقيدة لذلك نرب أحبابي الكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم إننا احتبنا ذمرتها ذين نشانت مسرين استهج خسنت العقوبة ولكن تغغص أصل التوحيد تناله شفاعته يوم القيامة وذنبو أصل التوحيد وذنبو الشفاعة هذا في الصحيحين لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني خبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة مش زيد يا رسول الله إن الشفاعة هي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا مروا النغيم مثل زي الأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا على عقيدة لا إله إلا الله وأمتنا على ملتك وعلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا. وبعد، أيها الأحبة في الله، بعد التوحيد ذني في مسري النظني أختار لكم منها البكاء من خشية الله عز وجل. امطون ولكن من خشية الله، والخشية غير الخوف، خشية الله غير الخوف، وحدث الخشية وحدث الخشية هو خوف مغلف بحب. خميت الجذذ زيشان الحيوان تركور الزيس، خميت الجذذ زيشان الجن تفعل الزيس، خميني الجذذ زيشان حش تركور الزيس، مش خميني توض تجذذ زي سيدة ربي وزي تركور تشا. وإنما ستيري خشية تركور الغاس، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. تومقان الخشية، الخشية التي ترقق القلوب وتدمع العين. زمرمي وان روح باب الكرام، زمرمي يتصي ذنغ وان رو من خشية الله. زمرمي زيد جرس 27 يمكن ووصين غويرون ديد جرس 27 عاد ما مرة إيرو خشية من الله عز وجل. نغم يوفيه مسترون، نيغ وصين غمديس شوية نرقنض، نيغ ديس شن السحر، نيغ ديس شن تغوفيث، نيغ ديس شن العقدة، نيغ كل الجن. ولكن أحبابي الكرام، أنا أستغرب من أنس غانغوي ترون ما ريخ صار الفارق نزيد تروخ تشمع يبكي بكاء هستيريا ما ملي أن الفارق يتشجع يقصاع. غانغوي ترون أكل بيليكولا أكل أفلام ذي المسلسلات، غانغوي ترون أكل الأمور وتحسب انت ذوالو إلا من خشية الله عز وجل. إلا الخشية من ربي سبحانه وتعالى قليل قليل، مع أن هذا السبب، السبب أن الإنسان ذي قيم تجير اثني غسواس ذي هداها النسن ذي المسجد ذي الصلاة نغبار رئيس الصلاة أذي فكارة بديني جاي فاسم سيدار بذا يزنغ التمغات يغراني غوى يغري حكمني غوى يحكم أذي فكارة بديني جاي فاسم سيدار بي هذا سيني يا رب وستد سلك غورض غاقر وستد سيدار بي قبر الزي شور والزي قبر شا ثم غاثة غاري ذكيري وستد يتحسب يوم القيامة ورلا ثم غاستيني غاية زغاري جنقير وستد مبشكي صدق يوم القيامة ماذي يسمح وذي يتسميح ثاوين وما وفق كيسن مواكيسن وفق الوالدين وما وفق كيسن مواكيسن وفق هذه قيمة ذيرو خشية من الله عز وجل. سنتي التغيرون في الطوين غير خشية من الله عز وجل من خسنتين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يروي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار، اثنين تطوين واثن تحيذي ثمسين جهنم يوم القيامة. من عننت عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. شاهد غانغ عين بكت من خشية الله. سيدي النبي تشان غر عهد أن ثتني غير من خشية الله وتتحيذ جهنم. مرا ثتني وتتحيذ جهنم يعني انت يكمر. أمن إن النبي صلى الله عليه وسلم خصيام النوافل، من صام يوما في سبيل الله بعد الله به وجهه عن النار 70 خريفة. هذا لا يعني هذه بعد غنبوب وها مري بعد غنبوب بعد يكمر، مري نجم غنبوب نجم يكمر، كذلك ما نجم في الطوين نجم يكمر، لأن في الطوين قرس قنت يا ريم أحبابي الكرام. إن النبي صلى الله عليه وسلم خبنا ذميترون من خشية الله، ويا ليتنا غنزور زنهارا أن عذرت مسرين الصور غك ذي خفين وقبر نوم أنرو شويت من خشية الله، أنرو شوي من خشية الله. يقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي والنسائي بسند صحيح، ويروي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. خزاد يرخان البشائر زين النبي صلى الله عليه وسلم، يرخان البشريات، يخس أمون يخسن يرغم سموه أني جنت تشوش خمي خزدي الشثون زا سسان زا أنوش اتبع بيعد سرخ هذا يسيد جن أم ويخسن يركذ وورن النبي صلى الله عليه وسلم خمي غنسر وورن النبي يخس الزين غذي فغر خاني ذين غي جن مرة سيدي النبي تبشار نغي قارن غويتي في جهنم.
يجن يترو من خشية الله أرذي ذو روغي ذي ثين غي شخزاش كمر مي غي ذو روغي ذي ثين غي نتفونس نغ ذي ثين غي نتخسي نغ ذي ثين غي نتغط نغ ذي ثين غي نترغنت مرمي عمّاس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقارش لا يلج عمّاس ديال في جهنم يجن يترو من خشية الله لأنه نغير من خشية الله يتقذ ربي ونيتقذ ربي ويزعم بخ المعاصي حتى ما ريوضة ذي شان المعصية يتوب أدغياء يتذكر ربي سبحانه وتعالى فيعيش في توبة وأوبة ورجوع إلى الله عز وجل. ثم أحباب الكرام ذن الإنسان ذي الأسباب قرب سبحانه وتعالى السبب أزي سنتيج إنجم بنادم زي جهنم إن أنا غنبي صلى الله عليه وسلم التهتي ضربك إنه يسنجم زي جهنم هستنته هستنته مش دس انت التهتين عشان نخد سماواس مش دس انت التهتين كذي الدهت توسعشت مش دس انت التهتين كتو مبين مش دس انت التهتين ذي سرح ثاوان نغذ مش دس انت التهتين وعزراز ديو عبي ذم غات سرح مش التهتين نواي مريش ناس ديو ياي زي سرح هذا سن التهتين ذي أولى من غن التعذير ذي المقدمة ذي الهم ممزوع يا ربي سنجم زي جهنم السيد في الجنة تسيد رب هذا نغي سنجم زي جهنم هذا نغي السيد في الجنة قي قنبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح إن ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة والنغي التاني سيدة رب ذا سيني يا رب سيد في الجنة يا رب سيد في الجنة يا رب سيد في الجنة ترتمارات ذم سرم إن ترتمارات الجنة تساور المحامي خاز المحامي خبنادم دث قارس يا رب سيد في الجنة يا رب سيد في الجنة يا رب سيد في الجنة يقن بصلاص تتم الحديث ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني أذيني سيدة ربي يا ربي صل بارايزي جهنم اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار تنطقت جهنم تحشم خاصي ضربي قرص اللهم أجره مني يا ربي واني تسأل باري تزي اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام إن نغن مرة من دون دقاغ وذي سبو غسطو مرة من أنغينا النبي صلى الله عليه وسلم وذي سبو من خنغي عزن وذي سبو تكافيس ورا التمارة ورا نحن خدس شنحش أذون داني غيش تنغني ثهون والله إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود بسند صحيح في سننه الحديث ترويه أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار الله أكبر والنغي حفظنا دي دوم ربدا يوميا أربعان أرشاعي قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعان أرشاعي اثنين تسريم قبري الدهوء اثنين واني الدهوء خاص انتي حافظ كنها قال النبي صلى الله عليه وسلم واني تيت حرمت سيداب بخ جهنم يا رب بذن حرمت جهنم يا رب أذختم غي إن شاء الله تعالى باش وخام طويل سيشت النظني لعلها تحرك الهمم من تعنا وهي الإحسان إلى البنات إرخي هذه الحنجيرين إرخي هذه الحنجيرين ذي السي نغ ذي السماع المهم غارث حنجيرين ذي فاميليينو إنا خسنت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أحمد في مسنده بسند صحيح الحديث ترويه عائشة رضي الله عنها وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد من أمتي زاري الفضر غسغ الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار ذيك جن الرواية من عال جاريتين اثنين حتى تبلغ كنا له حجابا من النار خزاث إرجاي جندي حنجيرين إيني ويقبر انتي حنجيرين إيني يوم يكشار برع قر فهمني هني رع قر والصين غماني ثندان قع إشاه ثا حنجات ويقبر ثا حنجات يقارسي ثم غاق مرد جد حنجات نظني زي سبيتا غاد دهن بابم ولا حول ولا قوة إلا بالله وينا موجودين موجودين وخا 15 قان زقامي مازال عاد جان عاد جان عاد جان عاد اني خارفن جان عاد اني امي وكشار بي راه عقر كنت يرقب
واتخديما أقش رجاء هرجع الدياع سيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن نغن غي جن خيا ذي ثلاثان غذي ثنين تحنجيرين يوكشس تنتصد ربي ذي السيس نغذي السماس شيء قذي سنت رخيا يطهي الله ذي سنت يسرم ذي سنت الدين سنت يكارمي ثنت يسعي الزي ثنت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقس تنتصد ربي ذي الحجاب زي جهنم راجع سنت ذر فضر سنت يتيري ذي الحجاب جاريد ذي جهنم واتي ذفق جهنم واتي ذفق جهنم أحبابي الكرام ماذا نشان رفضر كتاز قونيتا ألا من عاقل يراجع أموره ألا من عاقل يستيقظ قبل فوات الأوان ألا من عاقل رشيد أمني سيدنا لوط لقومه أليس فيكم رجل رشيد اسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مراشد أمورنا الطاسي إن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ليست الأسباب من النجاة من النار ولكن حتى لا أطيل أكثر أذبت دغذانتين إن شاء الله تعالى ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى الكتب التي جمعت مثل هذه الأسباب نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار اللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك اللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك اللهم أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعلنا ممن ينفذون أوامرك وأوامر نبيك اللهم لا تجعلنا ممن يعرضون عن كلامك وكلام نبيك اللهم أدخلنا الجنة يا كريم اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احشرنا في زمرتهم اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالف من عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول يا خير مأمول أمير المؤمنين الملك محمد السادس اللهم أري الحق حقا نزقه اتباعه وأري الباطل باطلا نزقه اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين اللهم اجعله في خير البلاد والعباد واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اتصني يوذن غاسني مهراش اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى اللهم عاف كل مبتلى اللهم اقض الدين عن كل مدين اللهم اقض الدين عن كل مدين اللهم اقض الدين عن كل مدين اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كرب المكروبين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم ارفع الظلم عن المظلومين اللهم احقن دماء اخواننا في كل مكان اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم عليك بكل طاغيه جبار ظالم لامتي حبيب بك سيد نبينا المختار اللهم يا رب عليك بكل ظالم جبار اللهم يا رب عليك بكل من طغى وتجبر اللهم اهلك كل ظالم أينما وجد يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ارحم جميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية والنبي بالرسالة وماتوا على ذلك أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ثنين تمسرين أحبابي الكرام قبل أن أغادر مكاني هذا أما المسألة الأولى تغن ذكرك من وسيمنا النعذون أن الإخوة النوم تجمع الصدقة نوم نهارا صدق نوم يزيد سيان المسجد يزيد خد سنت فاوك تذوى مان يزيد خد سن القائمين خد المسجد الإمام ذر مقدم إلى آخره فكرم التنكنو كرم الله عز وجل ثم ذي النشان الإخوة إن شاء الله تعالى خسن إجن نتشاء فقير ذي رعراسي غيرين وذن السن ثموات جتنين جلولة غيرين خسنا ذبنا نجن المسجد وفينو كيسني عذر ندي الثمن ذكي جنت مواث إن شاء الله تعالى ولكن الحي فقير وغاس المنزي حش من أي نيني ثيوذان وني خسنا ذان غعاون أنصغ ثموه النبش
ليس نبنى المسجد فيجنت الله التجارة سيدة ربي تعظم سيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفح سقطه بنى الله له بيتا في الجنة. فأنيخسنا ذي عوني وذاني إن شاء الله تعالى الزيد يتصل بعد الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه ولي ذلك ومولاه. كما أسأله أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد واقم الصلاة.